نحب نبدا لكم بقصة كي نبدا لكم هي بقصة. ثم مفكر قديم متصوف توا نجم نقولوا تركي على خاطر ولد في بلاد في تركيا اسمه جلال الدين الرومي. عنده كتاب نحبه برشا فيه ما فيه معناها ترجموه بالفرنساوية لو ليفر دي دودون طلع في عند سندباد اخر شيء. نقولوا ليفر بالفرنساوية تقرا مليح. شنو حكايته؟ حكايته شد معاني تاع القرآن تيوريك وديفيسيل وكل ويردهم في قصة. أما ساعات قصص محلاها ومحلاها، أما القصة اللي باش نحكي لكم توا واللي يمكن تجاوب على سؤال الأخت، قال ثم واحد عنده ولد مريض بيبي يموت عليه والوحيد اللي عنده وقيل باش يموت قام يدعي يتهلل ربي ولا يصلي أكثر ونوافل ولا يصوم أكثر ولا كذا إلى آخره، وبعدها جار عادي كيف نحن وساعة ساعة يشرب كعبيرة ولا دراستين ويشرب وقتها، ها؟ ولكن بسيط معناها يعتبر الموت موجودة وأنه ثم خالق وثم كذا كيف أكثر الناس الموجودة معناها ويصلي على روحه ويكون نورمال. يا أخي الوليد بتاع التقي ياسر توفى مات، واللي نتاع المتوسط العادي برا يا اخي قام التقي برشا اللي بيقول متزمت يعيط كيفاش وكذا وما فهمتش انا ما فهمتش كيفاش ربي معناها هذاك جزيه يبري لي ولده وانا موت لي ولدي وانا نهار كل نصلي وانا نصوم الدهر وندرى شنيا وكل. نقرا لكم بالعربيه الخاتمه نتاعها. فسمع صوتا من السماء يقول يا هذا ذلك دعاني بلا واسطة وأنت دعوتني بواسطة. في وقت من الأوقات ولحد الآن شدينا سجلنا النص ربطناه حطيناه كأنه في كونجيلاتور اسمه المصحف ولينا نعاودوا فيه ومحشناش باش نفهموه وسورتو محشناش باش يفهموا للناس حتى ولو احنا نعرفوا بشوية حتى المعلمين نتاعو الأئمة والعلماء اللي تسماهم الكل أولا تجاوزهم الزمن على خاطر وقفت الحكاية توا على الأقل 1000 سنة 10 قرون معناها من اللي قالوا ثم أربع مذاهب ويزيد الحنبلي والمالكي والحنفي الشافعي يزيد ما عادش ثم 1000 سنة هذا القرن الرابع 1000 سنة يلزمنا نعاودوا المنظومة هي نفسها معناها حتى حاجة ذكية كي تعاودها برشا مرات تولي تبلد تولي ما عادش تفهمها. انا في وقت من الاوقات تنما نحفظ قد كان عندي بلبلون الى اخره تو ما عرفتش معناها وقالوا لي حريتي لم تشترى بالذهب ما احنا صغار معناها بيبيات معناها نقراو فيها 6 سنين ها في وقتها ما عادش تفهم حتى شيء. هو كان المعلم يلزمني نقول الاصوات مخارج الاصوات بالبدايه ونكتب في يدي ونقولها بريتم معين ماني فاهم شيء. اللي صار لنا في اعز واهم واخطر كتاب توا موجود على الساحه وتباع اكثر من لازم ويتعطى بلاش ها صار لنا هو هذا انه ثم واحد بعث لك جواب وسوني با نابورت كي ماهوش نابورت كي الرب ها بعث لك جواب ببساطه نسيت باش تقراه قاعد تقول هاو بعث لك جواب هاو بعث لك جواب وتحفظ في الكلام كانه بلغه اخرى وتعاود فيه وتعمل به في عبادة وكذا لحد الآن سمع أنك عملت به عبادة وتمشي تصلي به الخمس وتمشي يجي الوقت تصوم به ويجي الوقت تمشي تحج به هذا فمش مشكل. أما كي تجي تحب تحكم به وتربي به وتبيع وتشري به معناها تحل حانوت به وتعمل باتيندا به وتحب تعمل كل شيء به أقل حاجة أنك تفهم مش قاعد. هذا اللي انا قاعد نقول بكل دعوه معناها ديك الدعوه الماسطه لحد الان حتى حد من الناس اللي حولي مناقشوا المساله هذه. انا قاعد نقول لحد الان ما قريناش شنو اللي صار عليها ما قريناش شنو ثم كسل ثم شماته في ارواحنا
تفسيري انا هو اللي صارت حاجه سياسيه اللي ما فهموش فاهمين بها الناس. محمد ينتمي الى قبيله معينه اسمها بني هاشم. كلا مش حتى قبيله، خاطر القبيله الكل تسمى قريش. هي اللي قد ما فقرت ماديا قد ما اعتزت من ناحيه الدين، تخدم في الكعبه وتجيب في الناس وتعرف عباد جايين من اليمن ومن بيزنطه ومن فارس ومن درشنيه وسوق نتاع شعر ونتاع كذا، قد ما تقويت معنويا قد ما ضعفت ماديا تجاريا وماديا. شكون اللي تغول في نفس الوقت؟ هما بني اميه قبل الاسلام. هذا اذا الشيطان يحضر لاي انسان حتى ولو كان نبي ولا رسول، وهذه هي اللي ما تقولهاش، وهذه هي قيمه الدين الاسلامي بالنسبه للديانات الاخرى عندي انا. معناها ثم حاجه اللي تخلي ثم فارق جوهري وفارق مطلق بين اتصال الانسان بالاله واتصاله بالاخرين. لذلك القى حتى شيء، وعندي انا في الكتاب كان تتفضل وتشوفها انه هذاك المفهوم اللي ما فهمناهش احنا اللي هو مفهوم الفطره. الفطره مش معناها غريزه سمحه، طبيعه سمحه، طبيعه باهيه، لا، الفطره هي فراغ، هو الفطور. لما ارجع البصره مرتين هل ترى من فطور؟ فطور قصر، حاجه مقصوصه، شرخه، شرخه، شجنه كما تقولوا العربيه ساعات. مش نعمل محاضرة على الحكاية دي. احنا فهمناها على انه على الفطرة، هذاك على الفطرة انها غريزة سمحة، طبيعة 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 عادية، لا، هي العلاقة بيني وبين الإله فيها فجوة لا يمكن ابدا تعبيدها، وهذايا معنى عندي انا في سورة الأحزاب معنى الأمانة ست. إن عرضنا الأمانة على الفلك، تقول عرضت أمانة، نقول أعطيت أمانة الإنسان، يعني نقول شنو؟ فلوس ولا كتاب ولا خزانة ولا حاجة. هنا الأمانة ما يعرفهاش، الأمانة حتى هي هذه الفجوة بيننا وبين الإله التي لا يمكن أبدا أن أتعداها وأتجاوزها لا بالعصمة ولا بالحتى. ذاك علاش يقول كيف قبلها الإنسان كان ظلوما جهلا. أنا نتصور الدين الإسلامي بتسامحه يتلخص في آية واحدة عندي أنا. أولا هي الذين يجتنبون الكبائر من الإثم إلا اللمامة. أولا الكبائر من الإثم معروفة، حطهم في سورة الإسراء، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا وكل لا تقربوا مال اليتامى إلا بالحق ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. هذوما كل موجودين معناها الكبائر. والإمام ما عرفهمش، ما عرفش الإمام، ساعات يمكن حسبت لدقيقتين صاحبك اللي شراه كرامونتي ما شريتش، مشيت خبيت على صاحبك اللي انت شريت حاجه باش تاكلها باش ما تدلوش على البيع، ومن بعد ندلت ومن بعد قلت استغفرت. هذاك نتصور انا نسمى الامام. اما اللي تسموا الكبائر موجودين محصورين في ايات في سوره الاسراء بكل وضوح يتوجها، وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه، اللي كان تعبدش اياه كبير، ومن بعد الوالدين الثانيه بالضبط، ومن بعد الزنا واليتامى والقتل النفسي الى اخره، وثم ثم حاجه كبيره برشا في عند الاسلام. نحى تحريم الصوره اللي هو موجود في العشره وصايا نتاع اليهود. tu ne feras pas d'image taillée. الرابع هو نحى الاسلام نحى، وهوني قاعدين يقولون لنا حرم الصوره، هو نحاها متعمد مش حط في بقعته. وان قلتم فاعدلوا وان كان ذا قربى. معناها القول هو اللي يلم كل شيء، كل التعابير، التصور والموسيقى والواحد الكل يلمها القول. معناها التعبير هو اللي يخلي الواحد يتهم. هنا جاونا الفقهاء وقالوا لنا الصوره حرام، عمره ولا كانت الصوره حرام. عمره ولا كانت الصوره حرام. معناها في حتى نص على الاقل دين. خلينا والاخ معناها نتصور معناها ملتزم كان نحكي فيه مرحبا به، نتصور ملتزم في الحديث. ثم حوايج تقتل
بالضحك ما نجمش نمنها حتى ولو كانت في البخاري ومسلم انه يوم القيامه يؤمر المصور ان يعقد شعره ويقوم يقعد في شعره يوم القيامه وما نجمش روحه حتى باش يعملها عقده ما نتصورش معناها هنا انا النادي والناس يقولوا ما نحبش السنه لا ثم احاديث عن ديانه تساوي وتضاهي القران حديث قدسية من 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 أعمق ما يقرأ أي بشر في العالم أما ثم حوايج اللي منسوبة واضح أنها منسوبة لابد من مراجعة الأحاديث حتى عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إلى آخره مش معقول معناها ثم أحاديث اللي هي متناقضة مع المنطق مثلا يجي يقول لك أصحابك النجوم بما اقتديت وما اهتديت كيفاش؟ يعني متقاتلوا بالرماح وبالسيوفة في الوحدة شو معناه؟ يزلين أما ناخذ موقف مع أبو الدرداء ولا ناخذ موقف مع علي ولا مع عثمان ولا مع عمر وساعات متنقضين ساعات متنقضين كيفاش سيدنا محمد يقول أصحابي كالنجوم بمن اقتديت وما اهتديت إلا أن يكون ذلك منحولا على خاطر ثم خليفة من الخلفاء حب يعمل الأمن بين الناس واضح ولو عربية خشينة بتاع عصر النبي وتظهر أما بالنسبة لي لا ينبني على منطق حتى ولو كان الإسناد يمكن صحيح لكن في معناه وفي تاريخيته وفي فائدته لي يعني شو قاعد نعمل كنا عشرة من الناس يقولوا في حوايج متناقضة ونقول كلهم بهي أولا كسل فكري لازم نختار وثانيا لازم ثم سلطة تجبرك عنك العشرة متنقضين على ما تحكيش انت ما تحكيش معاهم هذا ما يهمكش وهذا انا نزه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.